لم تفلح الرقابة العسكرية هذه المرة بحجب الأضرار في المستوطنات الإسرائيلية، ووثقت عدسات المستوطنين معارك بين صليات المقاومة والقبة الحديدية في سماء صفد، فتجاوزتها بنجاح صواريخ المقاومة. صفد التي تبعد عن الحدود قرابة 30 كيلومترا عاشت أصعب أيامها منذ بدء الحرب وفق توصيف الإعلام الإسرائيلي. أكثر من 100 صاروخ أصابها ومحيطها، بالإضافة إلى استهداف قواعد عسكرية في الجولان وما بعدها. أما على خط الساحل فامتدت الصواريخ على طول حدود الشريط الساحلي وصولا إلى حيفا وما بعدها من مستوطنات الجنوب والكريوت في محيطها، والتي سجلت نجمة داوود الحمراء فيها وقوع 6 إصابات جراء الاستهدافات بعد يوم واحد من استهداف قاعدة عسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ فادي. أما عند القرى الحدودية فلم يعد بمقدور العدو حجب الخسائر والدمار، وأظهرت المشاهد آثار الصواريخ على المنازل والتجمعات، والتي بات أثرها أكبر مع اقتراب فرق إضافية إلى الحافة الأمامية بالتزامن مع عمليات الغزو. ارتفع عدد القتلى جراء استهداف كريات شمونة إلى 2 وفق صحيفة إسرائيل اليوم، وفقد الجرحى وعيهم جراء الإصابة في المستوطنة، فيما غطت صليات المقاومة تجمعات العدو على طول الحدود. أثبتت منظومة السيطرة والقيادة في المقاومة بنسقها التصاعدي أنها لا تزال تعمل بقوة وتحقق أهدافها وفق الخطط التي رسمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قبل استشهاده وأعلنها على الملأ. مجموعات متخصصة بالالتحام وأخرى تقصف تحشدات العدو، وقوات أخرى تقصف المستوطنات كالمعتاد.